مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد من مدينة سلا وبالضبط من تشابريك. كما كتشوفوا معنا الان احد جيران ديال الضحايا الفاجعة اللي هزت المغاربة كاملين. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا ماكس محمد، احد الجيران ديال هاد الناس هادو اللي توفاو، اللي رشيدة وحمد وولدهم نور الدين ومرتو والوليد اللي عنده 40 يوم وسميتو وديك وانا هاد الناس هادو ما شنا منهم غير الخير والاحسان، كبروا معانا ماشي الدراري، كنعرف والديهم كنعرف راشد واحمد خويا ناس الله يعمر هذا دار، ماشي ناس ديال الاجرام، ماشي راه الدار ديالهم راه هي، وانا راه كنت ساكن هنا قبل لا كبرنا هنا، كنا كنلعبوا هنا، كنا تسال على الله تزوجت دارت وليداتها، هاد الناس يكذبوا على الدري هذا ما يبقاش يسبقوا الاحداث، يخليوا الشرطه دير خدمتها، تخرج الشرطه بشي قرار مرحبا ديك الساعه كتب اخويا اللي بغيت. ما الاخبار الزائفه راه حشومه، راه تقليد، هذا راه تقليد، هذا على الصحافه راه حشومه تقول شي اخبار زائفه ما كنتش منها. كيفاش تلقيتي الخبر ديال الوفاه ديالهم من بعد ما في مواقع التواصل الاجتماعي؟ خويا واحد الصدمه، لا شنقول لك ما توقعناهاش نهائيا، كيتسحبنا حنا ربما غير شي اساءه، ربما شي كذبه، ربما وفي الاول كاع حنا كنتسحبنا راه غير العافيه، لان نهار سقنا الخبر قال لك راه غير العافيه، من نعيطوا الاخوان والجيران وخوها ساكن جاري وهذا ساكن حدايا، قال لك اودي راه فلان وفلانه راه احمد خو راه اختي رشيده واحمد راه شعل لهم العافيه في الدار، مشينا على اساس العافيه في الدار، من جات البومبيه كتلقى دوك الجوتات شويه عاوتاني تطورات، ما فهمنا والو، واللي زاد كمل علينا ومرضنا هو الناس كيقولوا راه الدري اللي قتل والديه، هاد الناس كيقولوا هاد الشيء هذا راه حشومه عليهم راه عيب وعار، باش كاين شي واحد غادي يقتل ولده، غيقتل ولده عنده 40 يوم غيشقوه غيدبحوه غيدير، ما كاينش كاع شي دواء ولا شي قرقوبي ولا شي شراب في العالم كيدير هاد الحاله هذه باش غادي يولي هاد الدري هذا، ما يسبقوش الاحداث، يخلوا الامن يقول الكلمه ديالو. هاد الناس راه دفناهم اليوم، راه مشينا معاهم وقفنا في سبيل الله حتى دفناهم حتى وصلناهم بلاصتهم، الله يجزيكم بخير، الاشاعات حشومه، برا كنحترموا المشاعر ديال هاد الناس هادو، راه واحد الحاله لا يرسلها، راه لا يرسلها، راه كنت واحد الحاله ديالكم راه ما قدوش، راه بغاو هما يزيدوا في الصحافه، راه ما قدوش، راه حنا كنهضروا بالنيابه عليهم، راه لا خوتها ولا شي حاجه، حتى واحد ما قد يهضر، حتى واحد ما قد يواجه الصحافه، راه ما قدوش، راه ما عندهمش مساكن القدره باش يواجهوا، علاش؟ لان مدمرين مسنين. واش عرفتي شنو هي السته ديال الافراد من العائله وحده راه كيقولها غير الفم، الاب والام والولد وولادو بجوج وولد البنت وولد بارك اللي فيهم كفيهم، هاد الناس هادو نعاونوهم باظهار الحقيقه، نعاونوهم بالاظهار ديال الحقيقه ماشي بالاشاعات، الله يجزيكم بخير، الاشاعات راه حرام، نحترموا المشاعر ديال هاد الناس هادو والله يرحمهم والله يوسع عليهم، اصلا هما راه شهداء لان راه ماتوا غادر وماتوا راه شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وكنطالبوا من العداله تبين لنا الحقيقه في اقرب وقت، وشكرا الله يجزيكم بخير. ديالك هاد مواقع التواصل هاد الجرائد الالكترونيه اللي قاموا بهاد هاد الجرائد اللي قاموا بهاد الشيء، هاد المواقع الالكترونيه اللي قاموا بهاد الاشاعات هادو، كنقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله، نهار تخرج حقيقه من الاداره ديال العامه ديال الشرطه ديك الساعه حنا غنقبلوها، اما ما غنقبلهاش من الصحافي، تنقول ليه اتقى الله وراه غادي نتابعهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. معنا الان كذلك احد جيران الضحايا الفاجعه، السلام عليكم. عليكم السلام، انا الاسم ديالي النصا، حنا الجيران ديال هاد الناس، كنعرفوا جداه، كنعرفوا مو، كبرنا معاهم، الدايت زاد قدامنا، تعاودنا مشاكله، كنعاودوا ليه مشاكلنا، تقريبا ماشي صديقنا، خونا، كنعيشوا معاه كاع الزيان ديال الحي، كيعرفوه مزيان، ما عندوش مشكلة مادية، ما عندوش مشاكل نفسانية، الدايت كيعيش عادي، نشيط، مرتاح، كيخدام بالليل وبالنهار، مرتاح، حنا ملي سمعنا هاد المشكلة، تفاجئنا لاننا كنعرفوا هاد السيد ما عنده مشكله مع حتى شي واحد، ملي شفنا هادشي حتى حنا تفاجئنا، سمعنا هادشي في الصحافه زدنا تفاجئنا، لان السيد ما يمكنش عليه هاد الاعراض، شاد جنسيا سيد تنعرفوه مرتاح مع عائلته مع هادي، حنا كي قال لك السيد دفناه وغنتابعوا هاد الصحفي اللي كتب هادشي، وعندنا الثقه في القضاء المغربي فهمتيني، وغنتابعوا حتى هاد الناس، وكنطالبوا حتى بالجمعيه ديال حقوق الطفل، ما شناهمش كاع نهائيا، فينهم جوج اطفال جوج مات طفل ومات شاب رضع، فينهم هاد الجمعيات؟ ما شفنا لا جمعيات لا والو. كيفاش تلقيتوا هاد الخبر ديال الوفاه ديال هاد الناس اللي تقولوا لهم حنا ضحايا الفاجعه اللي هزات بالمغاربه كاملين، كيفاش تلقيتي الخبر؟ تلقينا الخبر بواحد الصدمه كبيره.
يعني كباقي جميع المغاربه. تلقانا بواحد الفاجعه مشينا حنا بحكم المعرفه ديال ليه مشينا ديجا كنعرفوا السيد ملي لقينا فعلا قلنا حنا هاد السيده غيدبحوهم وباش تقتل هاد الناس وتحرقهم دونك مشكله هادي. يعني حنا مازال غنتبعوا الملف مع القضاء والله يرحمهم كي قال لك السيد والله يرحم جميع المسلمين. الرساله ديالك لهاد المواقع الالكترونيه اللي قاموا بهذا المهزله اللي كنسمعوا هاد الناس نقولوا لهم اتقوا الله احنا اللي كنهضروا معكم احنا مغاربه وهاد الناس اللي وقعوا لهم كنعيشوا معاهم وكنقسم لكم بالله لان هذه هي الحقيقه. وربما هاد الهضره اللي كنقول لك يمكن لك تسمعها من هاد الناس لعائلته غير هما مساكن مازال مصدومين. والسلام عليكم مشاهدينا الكرام، وصلنا نهايه هذا الفيديو، نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله من مكان فاجعه. الى اللقاء.